السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك. تفضل الله يكرمك. قلت الشيخ معايا السلام بارك الله فيك. السؤال الأول، هل القيء أن عافانا الله وإياك نعم، ينقض القيء اللي هو الرجاء يعني بارك الله فيك عافانا الله القيء من القيح لا ينقض الوضوء. هل يفسد الصيام؟ نعم، هل يفسد الصيام؟ يفسد الصيام؟ القيء أم القيح؟ لا، القيء هو اللي هينزل من الفم، يعني هينزل من الفم. الفم القيء. الحديث الوارد الذي فيه أن النبي قال: من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه، حديث ضعيف. وثبت أن النبي قاء فأفطر، لكن هل أفطر نتيجة القيء أم نتيجة الضعف الذي حل به من جراء القيء؟ وجهان للعلماء، والأظهر والله أعلم أنه ليس بنص صريح في أن القيء يفطر. هذا عن الأحاديث، فلم أقف على حديث ثابت في أن القيء يفطر صراحة، ولكن قال جمهور العلماء: من استقاء فليقضي، ومن غلبه القيء أو زرعه القيء فلا شيء عليه. هذا قول الجماهير من العلماء، وأطلق بعض العلماء القول بأن القيء لا يفطر مطلقا.